تحت وطأة المشاهد المروعة من مجزرة مدرسة الأونروا في قطاع غزة وضغط دولي متزايد لوقف النار، وافقت الحكومة الأمنية المصغرة على ما وصفتها هدنة إنسانية لثلاث ساعات، وتمثل بإعلانها أنها ترى بالإيجاب المبادرة المصرية. واجتمعت الحكومة لتقر وسط تخبط بشأن الخطوة التالية في حربها، هل توقفها بحثا عن مخرج سياسي مريح لها، أم تنفذ التهديد بتوغل في قلب القطاع؟ إسرائيل تحاول أن تبيض صفحتها بعد المجزرة الهائلة التي قامت بها أمس في المدرسة، وأيضا هي دليل على أن هنالك تحرك حقيقي الآن حول المبادرة المصرية من جهة والمبادرة الأمريكية من جهة أخرى للبحث في وقف لإطلاق النار يكون مبنيا على خطة شاملة تشمل أيضا قضايا أخرى ليس فقط الصواريخ. من جهتها واصلت الشرطة الإسرائيلية طمعها تظاهرات عرب 48 الاحتجاجية، وطاولت هراوات الطلبة العرب في جامعة حيفا أثناء اعتصامهم الصامت، واعتقلت عددا منهم وقدمتهم الى المحاكمة السريعة. كان في اكثر من 100 شرطة من حرس الحدود، كان في اكثر من 100 من وحدات خاصة، وهذول هجموا على الطلاب بطريقة كثير عنيفة، كان في ضرب، كان في محاصرة، كان في تقسيم للطلاب، اخذوا حوالي 40 شاب لزاوية معينة من الجامعة حصروهم هناك وبلشوا بالاعتقالات بناحية ثانية بالجامعة. ولم تتورع اليد الحديدية من الاعتداء على أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح واعتقاله، في رسالة واضحة لعرب الداخل بما ينتظرهم في حال تجاوزوا الحدود الديمقراطية المزعومة المرسومة لهم. بتقدير أنهم يتوجهون بهذه السياسة ضد كل من يحاول أن يحرك الوضع وأن يدفع باتجاه استغلال الطاقات عند الجماهير العربية بصورة أفضل، من أجل أن نرمي بثقلنا كعرب في الداخل، ثقلنا السياسي والشعبي والأخلاقي إلى جانب صمود شعبنا البطل في غزة. ونحن بهذه السياسة أيضا نقف ضد العدوان ونفضح العدوان. بين البحث عن اتفاق سياسي بضمانات دولية ومصرية تحديدا، وبين وعيد بمزيد من التصعيد العسكري والقمع، تتأرجح الحكومة الإسرائيلية، إلا أن الترجيحات تسير في اتجاه أن العدوان يشرف على نهايته. أسعد تلحمي، أخبار المستقبل، الناصرة.